أحسنكم. هذا سائل يقول: بدأ ينتشر في بعض المساجد التوسع الظاهر في تصوير بعض المحاضرات وحفلات تحفيظ القرآن الكريم بالكاميرات العادية وكاميرات الفيديو، فما رأي فضيلتكم؟ أما التصوير فلا يجوز، التصوير الذي يحتفظ به هذا لا يجوز، أما نقل المحاضرات والخطب نقلها الحي المباشر هذا قد يكون أنه أسهل، وهذا يفعل في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، النقل المباشر والبث المباشر، والذي لا يحتفظ به ويجعل في صناديق ويحفظ هذا لا بأس به، إنما هو وقت العبادة ووقت يبث على الناس يشاهدونه وينظرون إليه لا بأس بذلك. نعم.